بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك فإن الله سبحانه يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. مقدما الشكر بعد شكر الله لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مقدما الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لي كل خير. يسأل سائل قائلا: ما أفضل صيغ للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليست هناك صيغة معينة نستطيع أن نقول عنها إنها أفضل صيغة، ولكن من العلماء من يختار في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهناك صيغ أخرى قوية أيضا. يسأل عن البسملة في الفاتحة للإمام. الأمر في ذلك واسع والخلاف قوي جدا في البسملة، هل هي آية من الفاتحة أو ليست بآية؟ أجتزئ على دليل واحد أو أجتزئ بدليل واحد لكل فريق. فيرى الإمام الشافعي أنها آية من الفاتحة لقول الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني بالفاتحة. قالوا: ولا تكمل سبعا إلا إذا اعتبرت البسملة آية. بينما يرى المالكية أنها ليست بآية، ومن أدلتهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. الحديث وليس فيه ذكر البسملة. وثمة استدلالات أخرى لكل فريق، فبأي الرأيين أخذت فلا جناح عليك. هل يجوز إعطاء عدد من جرامات الذهب على سبيل الدين ثم يعطيني نفس العدد من الجرامات عند السداد؟ لا بأس بذلك. يسأل: ما حكم عمل المرأة خاصة في مكان مختلط يكره كراهية شديدة ويصل الأمر إلى التحريم إذا كانت هناك خلوة بالرجال؟ كيف أجلو قسوة قلبي؟ ذلك بالإكثار من الاستغفار ورد المظالم إلى أهلها. يقول:
الترديد مع القرآن المسجل على الهاتف لا بأس بذلك، التعلم لا بأس. ما أعرف ألفية السيرة التي تذكرها. رجل كبير ومريض ولا يستطيع الوضوء، هل يتيمم؟ نعم يتيمم. قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل يجوز للزوجة الأخذ من مال الزوج دون علمه لأنه لا يعطي ما يكفي الأولاد وهو ما يسر الحال؟ يجوز بالمعروف. جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل علي جناح أن أخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني وولدي؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. هل يجوز عفوا حكم بيع العربون؟ والعربون لا ينعقد به بيع، ذلك لأن الأحاديث التي وردت في العربون لا يثبت منها شيء، لا إباحة ولا حظرا، فننظر هل تم البيع أو لم يتم فقط. ما حكم الأذان في أذن الطفل؟ الحديث الوارد أن الطفل إذا ولد يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى حديث ضعيف الإسناد جدا. شيخ بينما أصلي سنة المغرب بعد الفرض فدخل شخص متأخر فاصطف بجانبي فصليت معه المغرب مرتين، هل هذا جائز؟ بينما أنا أصلي سنة المغرب بعد الفرض دخل شخص متأخر في الصف فصليت معه المغرب مرتين. لا أنت يا أخي الكريم نويت سنة المغرب لكن نيتك لا يصلح أن تقلب سنة المغرب التي هي ركعتين إلى مغرب ثلاث ركعات. وبارك الله فيك يا أسماء. هل يشترط الوضوء في حفظ القرآن؟ لا يشترط ولكنه يستحب. ما حكم حلق شعر المولود ولو كان أنثى؟ يستحب حلق شعر المولود الذكر يوم سابعه، قول النبي صلى الله عليه وسلم يعق عنه يوم سابعه ويحلق. أما المرأة أو البنت عفوا فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابعه، تعق عنه يوم سابعه. فإذا البنت لا تدخل في الخبر. هل يجوز المرأة المطلقة؟ عبد الرحمن أن تأتي بعمرة 12 سنة هل يجوز للمرأة المطلقة أن تأتي بعمرة مع ابنها الذي يبلغ 12 سنة وأظنه لم يبلغ في الغالب، فإذا كان لم يبلغ فلا يعد محرما لأن المحرم يلزم أن يكون قد بلغ. ألا يضيق الصدر كثرة الاستغفار وذكر الله والدعاء؟ صحة تحنيك المولود،
ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم لبس الجنز الضيق، يعني أنت رجل ولا أقل، مكروه للرجال ويحرم على النساء أن يخرجن به في الشوارع. حكم الصلاة بالطلبة في قاعة التعليم وقت الصلاة حتى لا تضيع، لا بأس بذلك. الكيفية الصحيحة لغسل الميت وتكفينه. كيف يصح الغسل الميت؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة شيئا من كافور. هذا إجمالا، وبشيء من التفصيل يضغط على بطن الميت حتى تستخرج الفضلات برفق وبلين، ثم يغسل المحل، وبعدها يوضأ وضوءه للصلاة بادئا بشقه الأيمن، ثم يغسل كما أسلفت ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن احتاج الأمر إلى ذلك، ثم يكفن. نعم، أحاديث الآحاد إن صحت أسانيدها يعمل بها. هل الزواج من امرأة ثانية دون رضا الأولى يجوز؟ نعم يجوز، لكن لا تغش ولا تدلس. علم الحديث أولى أو إتمام حفظ القرآن؟ حفظ القرآن لا يقدم عليه شيء، لكن يمكنك أن تسدد وأن تقارب. حكم من تأخر في إخراج زكاة المال سنة أو اثنين، عليه أن يخرجها ويستغفر الله سبحانه وتعالى. وحكم من ترك الصيام منذ 5 سنوات بسبب المرض، عليه الإعادة إن شفي. عليه الإعادة إن شفي، قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. حكم الزوجة العنيدة التي لا تصلي غير عتبة بابك، هل يجوز إعطاء الزكاة لأبي أو أخي وهو ميسور؟ لا يجوز ذلك، لأن الغني ليس من مصارف الزكاة الثمانية. هل تعد صلاة الرجلين جماعة؟ نعم تعد جماعة. أفضل الطرق لصعود الهمم، سؤال الله ذلك، والاختلاط بالصالحين الطيبين. صليت الوتر ثم بدا لي أن أقوم من الليل، لا توتر مرة ثانية؟ هذا وإذا كنت تطمع أن تقوم آخر الليل فآخر الوتر لآخر الليل، أما إذا أوترت ونمت وبدا لك أن تصلي فلا توتر مرة ثانية. ما الفرق بين المكروه والمحرم؟ المحرم إذا فعلته تعاقب، وإذا تركته لوجه الله تثاب. المكروه إذا فعلته لا تعاقب، إذا فعلت المكروه لا تعاقب، وإذا تركته لوجه الله تثاب. حكما لا يرجى برؤه، هل عليه إطعام استحبابا؟ وإلا ليس عندنا دليل صريح يفيد أن المرض الذي أن المريض مرضا لا يرجى برؤه يطعم، إنما هي أفعال بعض الصحابة. أنس بن مالك لما أسن، أنس لما أسن تقدم به السن،
كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. الزكاة على الحساب الجاري الذي يصرف منه وينقص، إذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة إذا مر عليه الحول. المؤلفة قلوبهم أغنياء لا يعدون من مصارف الزكاة، هذه فئة مستثناة بارك الله فيك. أبوك وأخوك كفر ترجو تأليف قلبهم حتى يسلموا، ما شأنك؟ كنت على وضوء وأكلت، هل أعيد الوضوء أو أكتفي بالمضمضة ثلاثا؟ اكتفي بالمضمضة ثلاثا. زوجتي ناشز وحكمت المحكمة بإسقاط النفقة، هل أتزوج وهل لها حقوق؟ تلك قضية تنظر بارك الله فيك. هل يجوز عمل عقيقة أجل عن خمسة بنات جائز، أو عن ولدين وثلاث بنات جائز؟ الحاصل أن الولد سبعان والبنت سبعة. ما حكم تصوير العزاءات والسرادقات؟ لا فائدة في ذلك، والتصوير يمنع إلا ما دعت إليه ضرورة. زوجتي مريضة وتأخذ منوما ولا تقدر أن تقوم لصلاة الفجر، المريض ليس عليه حرج، لم تعتد العدة الشرعية بعد وفاة زوجها قبل 38 عاما لأنها تجهل ذلك. وماذا صنعت أخ سيد؟ ماذا صنعت يعني لم تعتد؟ ماذا صنعت؟ هل تزوجت في العدة؟ يكون زواجها باطل. هل يجوز للمرأة الذهاب إلى الحمام؟ إذا لم يكن في الحمام تكشف للعورات، وليس المراد بالحمام الذي هو في البيوت الآن، الحمام الذي تقضي فيه الحاجة أو تستحم، لا، الحمام كان يدخله مجموعة من النساء، وفي الغالب كانت المرأة تتكشف وقد تظهر عورتها أمام سائر النسوة والرجال كذلك، لكن انقرضت في كثير من البلاد. محمد قديح، ما سؤالك؟ كفارة الغيبة الاستغفار والإصلاح قدر الاستطاعة. هل يجوز تغسيل الإبن لأمه؟ لا يجوز، تغسلها النساء. حكما لم تفعل عدة الطلاق تأثم بلا ريب، لكن وضح السؤال والتوابع لذلك. سيدي يسأل عن علاج الوهم، اسأل الله أن يذكرك ما قد نسيت. التدخين لا يبطل الوضوء، حكم صيد الضفدع وبيعه للكفار؟ تلك مسألة اختلف العلماء فيها، فمن العلماء من يمنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع، ومن العلماء من يجوز، والله أعلم الأحوط لا تفعل. مطلقة تريد الزواج وبناتها وأخواتها يرفضون، ما سبب الرفض؟ إن كانوا يرفضون شخصا معينا ويقولون إنه ليس بكفء وينتظرون الكفء، لهم وجهتهم وتنتظر. أما إذا رفضوا زواجها مطلقا انتقلت الولاية عنهم، يزوجها الولي الأقرب فالأقرب، وإلا فيزوجها المأذون، والله أعلم. ما حكم الصلاة في البيت والمسجد قريب؟ إذا لم يكن عندك عذر فأختار قول العلماء القائلين بتأثيمك للتخلف عن الجماعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى الذي جاء وقال إن المدينة كثيرة السباع والهوام وليس لي قائد يوائمني يا رسول الله، أفأصلي في بيتي؟
قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. هل يجوز للمرأة ممارسة القضاء والإمامة؟ إمامة النساء في الصلاة، إمامة المرأة للرجال لا تجوز، أما كون المرأة تأم المرأة، المرأة تأم المرأة أو تأم النساء فلا بأس، أما تأم الرجال فلا يجوز. أما العمل بالقضاء فلا بد فيه من تفصيل، إذا كانت أقضية تختص بالنساء فلا بأس، إذا كانت أقضية تقضي للرجال فيها المرأة فلم أعهد ذلك في القرون المفضلة، لا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في القرون المفضلة، والله أعلم. لا يجوز الذي تسأل عنه، كيف تحرم الحائض تهل كما تهل سائر النسوة من الميقات، ولكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، وإن خشيت أن تستمر بها الحيضة وترجع بدون طواف فعليها أو فلها أن تشترط، تقول اللهم محلي حيث حبستني، رحمك الله، عند الإهلال حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي وهي غلطانة وأنا كنت مخنوق، قلت علي الطلاق ما هي قاعدة فيها، كفري كفر كفارة يمين. هل يجوز الزواج من أهل الكتاب؟ نعم يجوز الزواج من الكتابيات إذا كنا عفيفات، قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. في تركيا والجو بارد جدا، هل يجوز الوضوء داخل الحمام؟ يجوز الوضوء داخل الحمام، والتسمية على الوضوء ليست واجبة، مع أنه يجوز لك أن تسمي أيضا داخل الحمام. هل يجوز للبنت إقامة الصلاة وعمرها 9 سنوات في وسط النساء لا بأس؟ أمثلة للمؤلفة قلوبهم كفار يخشى على المسلمين من شرهم، أو كفار قلوبهم قريبة للإيمان فيعطون مالا كي يسلموا، أو مسلمون ضعفاء الإيمان يخشى عليهم من الردة، والله أعلم. التمويل العقاري بفائدة ربوية حرام، مات ابنها 9 سنوات هل يكون شفيعا لي؟ نسأل الله ذلك. فاروق، استدل الشافعي على تحريم مسألتك بقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ما حكم الإمام الذي يتقاضى راتبا شهريا ولكنه يغيب في كثير من الصلوات الخمس ويأتي متأخرا، مع العلم أن المسجد يتضرر من تلك التصرفات؟ يأثم بلا ريب، ويتقاضى مال. تزوج يا فاروق، عجزت صوم يا فاروق. حكم التصدق من مال فائدة البنك على سبيل التخلص لا بأس بذلك. هل يجوز تفريق العقيقة على الفقراء؟ نعم يجوز تفريق العقيقة على الفقراء. هل هناك فرق بين صلاة الفجر والصبح؟ هي
ما هذا السؤال على الحلزون كثير، لماذا كذا؟ إذا كان بحريا جاز أكله، ما في مشكلة. إذا كان بحريا حل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. صحة حديث ثعلبة مانع الزكاة، وإن كان معلولا فما علته؟ الحديث ضعيف جدا. حديث ثعلبة: يا رسول الله، ادعو الله أن يرزق ثعلبة مالا. قال: ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. الحديث ضعيف الإسناد جدا. في تركيا إقامة الصلاة مثل الأذان، هل يصح؟ يعني أنهم يثنون في الإقامة، يقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. هذا رأي الأحناف، قد وردت بذلك رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في سندها مقال. والأرجح إفراد الإقامة إلا قد إقامت الصلاة قد إقامت الصلاة وتثنية الأذان، لكن إذا لم يفعل فالإقامة صحيحة أيضا. هل للعقيقة وقت معين؟ نعم، سنة اليوم السابع. عجزت عن اليوم السابع، عجزت عن فعلها في اليوم السابع، فعلى ما تيسر لك. إلا أن من الفقهاء من يقول تكون يوم الرابع عشر أو الحادي والعشرين، ولم أقف على دليل صحيح يؤيد ذلك. هل يجوز تأخير صلاة العشاء للنساء؟ يجوز، ويكره تأخيرها إلى بعد منتصف الليل. أما وقتها الذي تعد بعده قضاء فهو طلوع الفجر. هل مباح المرور من أمام المصلين في الحرمين؟ لا يجوز لك ذلك إلا عند الضرورات. أما حديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة يصلي والناس والدواب يمرون من بين يديه فلا يصح. هل يجوز أن أصلي الصلوات السرية بصوت جهري مسموع بغرض التذكير والتركيز والخشوع؟ يجوز. حكم القروض من البنوك: القرض بفائدة ربوية لا يجوز. حكم مهنة الحلاقة: مهنة الحلاقة جائزة، وقد كان على عهد الرسول هناك حلاقون، لكن النظر فيما يصنعه الحلاق هو الذي يحدد الوجهة. حديث الموت تحفة المؤمن لا يصح. ما اليوم المستحب بزيارة الميت لكي يسمعني ويعرف بزيارتي؟ ليس هناك يوم في هذا، والنبي قال وما أنت، والله قال وما أنت بمسمع من في القبور. ما حكم الخيط للوجه؟ خيط للوجه، مش فاهم الخيط للوجه يعني. هل يجوز تأخير صلاة الوتر حتى الصبح إلى قبل الفجر؟ هل تجوز رؤية الله في المنام كهيئة الإنسان؟ أعلم أن الله قال لموسى عليه السلام: لن تراني، وليس المرئي في المنام هو الله حقيقة، وإنما هي إيحاءات فقط. والله قال: ليس كمثله شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلم أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وضح صورة بيع التورق التي تريدها. حكم تنظيف الوجه والحواجب بالخيط، هي النمص.
لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصة والمتنمصة. ما النصاب في زكاة الزيتون المعصر؟ الزكاة ليست في الزيتون المعصر، إنما في الزيتون، الزيتون قبل أن يعصر. كان عموما إذا كنت تسأل عن النصاب فليس فيما دون 5 أوسق صدقة، هذا في الزيتون الذي هو حبوب، يعني الذي هو الزيتون قبل العصر. فقس على ذلك، مثلا كيلو الزيتون يخرج كم كيلو عصير، وقس. هل تفسير الساق بالشدة صحيح؟ صحيح. إلى ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس يفسر قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود وهم سالمون، عفوا، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصرهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فسر ابن عباس: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قال: يكشف عن أمر شديد. هذا تفسير ابن عباس. أما الحديث الذي فيه فيكشف ربنا عن ساقه بهذا اللفظ شاذ، والصواب في الحديث أيضا: فيكشف عن ساق، فيكشف عن ساق، هذا الصواب في الحديث. لفظة فيكشف ربنا عن ساقه ضعيفة. حديث: لا ضرر ولا ضرار، عليه العمل وله أسانيد يحسن بها. هل يكون التيمم بديلا عن الوضوء في فصل الشتاء في المناطق الباردة إذا كان البرد مؤذيا ولا تستطيع تحمله ولا تستطيع تسخين المياه؟ فلا بأس بذلك حينئذ. كيف أقضي الصلوات التي فاتت؟ إذا كنت مختارا فاقضيها بالترتيب. كيف نحب الله؟ اتبع رسول الله واتبع كتاب الله. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عمرة في رمضان تعدل حجة، هل تسقط فريضة الحج؟ لا تسقطها، لا تسقطها. هل آية ما أنت بمسمع من في القبور دليل على أن زيارة قبر الميت لا يدري بها هذا المستفاد؟ وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. أمها مريضة زهايمر 87 سنة، كيف أذكرها بالله؟ رفع عنها التكليف إذا لم تكن تدرك. عندنا في العراق 15,000 دينار عراقي، كان علي 6 كفارات، هلفان ودفعت نصهن وبقي النص الآخر. مش فاهم السؤال يعني. إطعام عشرة مساكين لكل كفارة. ما أدري الأسعار كيف هي، ولا أدري الدنانير كيف تساوي. يقول: وقعت في فخ ربا، اشتريت شقة، كيف أكفر؟ أعمل صالحا لقول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. يقول: هل يجوز ترميم الآثار؟ ما لم تكن تلك الآثار محرمة جاز ترميمها. وقد كان لرسول الله قدح فكسر فسلسلوه بالفضة. هل يجوز إعطاء المال قصد أخذ موعد لأمي للتداوي في أوروبا؟ يعني إذا كنت ستأخذ حق غيرك لا يجوز إلا عند الضرورات القصوى. هل يأثم من يعمل دكتور ويعالج الذين يقاتلون المسلمين؟ إذا كانوا يعني جنودا يقاتلون المسلمين وأنت تطببهم،
كي يستعينوا بهذا الطب على إيذاء المسلمين لا يجوز، لأنه تعاون حينئذ على الإثم والعدوان. أما علاج المسلم للكافر عموما وعلاج الكافر المسلم عموما جائز، حكما يحلق القزع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع أن يحلق بعض الشعر ويترك البعض كما يفعله السفهاء من الشباب في هذه الأيام، يتركون الشعر قبعة ويحلقون من اليمين ومن الشمال، هذه حلقة سخيفة، حلقة السفهاء ومأخوذة من الكفار، مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، احلقه كله واتركه كله. الحمد لله. حكم التبرع بالأعضاء مثل الكلية، إن كانت ستنقذ حياة شخص بإذن الله وليس لها ضرر بشهادة الأطباء على المتبرع يعني ضررا معتبرا، فلا بأس لقول الله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من كانت ستولد ضررا على المتبرع فلا يفعل، والمرء لن يموت قبل أجله الذي أقته الله له. الحجامة مستحبة لمن احتاج إليها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. ما حكم تبرج المرأة؟ تبرج كبيرة من الكبائر، قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هل يجوز للمرأة الخروج لطلب العلم دون إذن زوجها؟ هل يجوز للمرأة الخروج لطلب العلم دون إذن زوجها؟ هل هو رافض أم ليس برافض؟ أما سبب رفضه إن كان رافضا فكل هذه لها تأثيرات، لكن في الجملة تستأذن. أما إذا كان رافضا لعلل مقبولة يسمع له ويطال، أما العلل غير مقبولة فينظر في العلة التي من أجلها يرفض. هل الجنة للمسلمين فقط يا عوض؟ قال ربنا سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فأذن في الناس أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. كيف يتيمم للصلاة شخص يعاني من الحساسية ولا يقدر على الماء والتربة؟ يتيمم في الجدار، وحينئذ سيكون مضطرا، وسيختار بتفصيل بتفسير بعض العلماء للصعيد الطيب بأنهما على وجه الأرض عموما. ما حكم قول أعجلته المنية؟ يعني لعله يقصد أن الموت قطع عليه آماله، أما إذا كان يقصد أعجلته عن أجله فهذا غلط، لأن الله قال لكل أجل كتاب. صحة حديث من لم يعدل بين زوجاته يأتي يوم القيامة وشقه مائل ضعيف. هل يجوز للمهاجر في أوروبا أخذ تأمين لنقله في حال وفاته إلى بلده من أجل الدفن حتى لا يحمل أهله مصاريفها؟ لا أنصح بهذا التأمين، لا ننصح بهذا التأمين، لكن إن كان دفع فللناس يعني يكلفوهم نقله ما داموا قد تقاضوا أموالا.
أما في البدايات لا أنصح له أن يؤمن. كيف أخرج زكاة المال عن بضاعة يصعب جدا تقييمها على المتيسر لك؟ هل أتكلم مع زوجة حماية؟ هل هذا يعد قطعا للرحم؟ زوجة حماية يعني ليست رحما لك، ليست رحما لك أنت. صلاة الجنازة وقت النهي جائزة مع الكراهة. هل الأسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم على الإيجاب في أمور الدين وعلى الاستحباب في أمور الدنيا؟ في ذلك تفصيل يا حسان، لابد وضح المسألة التي تريدها. حكم الدروس الخصوصية لا بأس بها ما لم تكن لها تأثيرات سلبية. هل يجوز الإجهاض 20 يوم؟ يجوز مع الكراهة الشديدة. هل يجوز أن تطلع الخادمة على سوءة امرأة مسنة أثناء تنظيفها للاضطرار وتغض البصر قدر الاستطاعة؟ ما التشدد والتطرف في الدين؟ تجاوز الحد الذي أمر الله به، أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تحليل ما حرم الله، تحريم ما أحل الله. الأرحام هم الأقرباء عموما. هل يجوز إعطاء الزكاة لأمي؟ أمك ممن يلزمك الإنفاق عليهن، فلا تخرج الزكاة لمن يلزمك الإنفاق عليهن إلا إذا كانت أمك متزوجة برجل آخر وهي فقيرة وهو فقير، ففي مثل هذه الحالة لا يلزمك الإنفاق عليها ما دامت تحت زوج غير أبيك. في هذه الحالة يجوز إعطاؤها الزكاة والله أعلم. هل يجوز الحائض أن تمسك المصحف للحفظ والقراءة؟ نعم يجوز لها ذلك، عفوا، في ذلك خلاف بين العلماء، والأحاديث الواردة في منعها وهو حديث لا يمس القرآن إلا طاهر ضعيف، والآية لا يمسه إلا المطهرون في الكتاب المكنون والمطهرون الملائكة. فلذا تترجح وجهة نظر أهل الحديث في جواز المس خروجا من الاختلافات تمسه بحائل. اختار أن حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ضعيف. ما وقت قضاء الفوائد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها والله أعلم. نسأل الله أن يكشف عنكم كل ضر يا أبا الوليد. اشتريت شقة عن طريق البنك، هل أنا آثم؟ مع العلم أني مضطر. الاضطرار قد يرفع الإثم، لكن ما صورة الاضطرار؟ هل يجوز إعطاء مال الزكاة للمساهمة في بناء مسجد؟ لا يجوز إعطاء الزكاة للمساهمة في بناء مسجد. إذا كنت تستطيع إقامة دينك فلا بأس بذلك، لكن وضعك أنك امرأة طبيبة نخشى عليك الفتنة، فنحب لك الرجوع إلى بلاد المسلمين والزواج نستحبه لك حفاظا عليك. بارك الله فيك وسلمك الله. هل تجوز العمرة عن أمي؟ نعم تجوز العمرة عن أمك.
الصلاة مع الزوجة تحسب جماعة، وإن حسبت جماعة لكن ليست كجماعة المسجد بلا ريب، لكن لا ليس لك أن تتخلف عن جماعة المسجد وتقول أصلي مع زوجتي. هل يجوز وضع ألبوم صور في البيت إذا لم تكن لها فائدة لا تحتفظ بها؟ ما حكم من جمع مبلغا مع أخيه وأوصاه بالزكاة واكتشف بعدما انتهى المبلغ معه أنه لم يخرج الزكاة منها، عليه إعادة الزكاة؟ هل أعطي نصيب الزكاة لأمي لإجراء عملية جراحية مع العلم أن ليس لها مداخل أخر؟ لا يجوز أن تعطي الزكاة لأمك وأنت يلزمك الإنفاق عليها. زوجها لا يصلي إلا الجمعة، ماذا أفعل وأنا أدعو له؟ استمري في النصح والتذكير، وإلا فهو مرتكب لكبائر، وقد توعد الله بالويل قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهم الذين يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها، فما ظنك بالذي يتركها بالكلية ولا يصلي إلا الجمعة؟ زوج قال لو فعلت كذا تكوني طالقا، وفعلت نيته التهديد، أختار القول بأنه يكفر كفارة يمين. ما صحة حديث علامات الساعة الطويل؟ اذكر مطلعه. هل على الكفارة في حلف مع قول إن شاء الله؟ هل علي الكفارة في حلف مع قول إن شاء الله ولم أتمكن رغم محاولاتي؟ من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. ما حكم الصلاة جنب امرأة بنفس المستوى؟ الصلاة تصح مع الكراهة. صحة حديث إن السقط يجر بسرر أمه إلى الجنة لا يصح. حرك يا حسن، حرك يا حسن، الله يستر عليك. أين تذهب الأرواح وخصوصا أرواح المسلمين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسم المؤمن طائر تعلق في الجنة يسرح فيها كيف يشاء. نسم المؤمن طائر في الجنة يسرح فيها كيف يشاء. مبلغ قدره $5,000، ما مقدار الزكاة بالضبط؟ $125، $4,000 زكاتهم $100، وال$1,000 زكاته $25، يعني $125. إذا أدركت ركعة مع إمام هل تجب علي تكبيرات الإحرام؟ كيف تكبر للإحرام أولا وبعدها تكبر تكبيرات الانتقال؟ زكاة المال المدخر كل سنة ما دام بلغ النصاب وحال عليه الحول. هل يجوز الذبح بدون سكين بقطع رقبتها باليد خوفا عليها من الموت ولا يوجد سكين؟ لا أرى ذلك جائزا يا طاهر، والنبي يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيح، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. ما حكم صلاة الجمعة بالتلاميذ في القسم؟ إذا لم يكن أمامك سبيل إلا هذا فافعله،
وأنا صغيرة قلت لو نجحت هذه السنة سوف أطعم طعام، نظرت ذلك ومع الوقت نسيت هل أطعم أي طعام ولا شرط الطعام الذي قلته. صغيرة كم يا نادية، يعني كنت دون البلوغ لا شيء عليك، بعد البلوغ اختاري أفضل الطعام إن كنت تريدين الخير في دينك. الفائدة على الوديعة حرام، هل يجوز الجلوس معي الأب إذا كان يكفر؟ قال تعالى وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ما حكم الأكل بفوائد البنوك؟ حرام. عندي مال أخي على سبيل الأمانة وفوضني فيه فأخرجت زكاته دون علمه، هل يلزمه الإعادة؟ لا يلزمه. التدخين مضر ومن ثم فلا ضرر ولا ضرار ومن ثم يحرم. كنت أصلي المغرب سلمت بعد تسليم الركعة الثانية وأتممت ركعة ثالثة وسلمت، سهوت يعني وسلمت بعد ركعتين، أكمل الركعة وأسجد للسهو. تعففت عن الحرام، المعنى تعففت عن الحرام. كيف أطهر مالي من الفوائد إذا صعب علي احتسابها؟ كيف أطهر مالي من الفوائد إذا صعب علي احتسابها؟ أخرج جزءا زائدا عن الذي تتوقعه استبراء لدينك. هل التدخين ينقض الوضوء؟ لا ينقض التدخين الوضوء. شرب البانجو حرام لأنه مضر بلا ريب ولا شك، مضر من عدة نواحي. هل يجوز أن أوزع العقيقة لحما بدل الطبق؟ يجوز ولا مانع من ذلك. حكم اختيار نوع الجنين للضرورة، لا بأس ما دمت سليم المعتقد. أم بدر ما نفهم سؤالك يا حفظك الله، لماذا حرم الطماطم مع الخيار؟ حسن يا كناني، يا حسن الكناني لا تفتري، ما أحد حرم العسى، ما أحد حرم المذكور الله يحفظك، إلا إذا كنت تختلق اختلاقات أنت. امرأة استوفت 40 يوما في الداء في الدار، هل يجوز في الدم يعني في دم النفاس؟ لا تنتظر 40 يوما، بمجرد ما تطهر بمجرد الطهر من النفاس تغتسل وتصلي، لا يلزم أن تمكث 40 يوما أبدا. والأحاديث الواردة في تحديد أقصى مدة للنفاس ب40 يوما أو ب60 يوما كلها ضعيفة. لا أفهم خطبة الجمعة باللغة التركية، صلي معهم كما أن الإنجليز في مصر يصلون مع المسلمين، كما أن الإنجليز في مصر يصلون مع المصريين ولا يفهمون اللغة لكن يصلون معهم. أي جنسية، لا عن الإنجليز بخصوصهم. ما الحكم إذا ترك سجود السهو ناسيا؟ لا إثم عليه إذا نسي، وإذا كان عامدا يأثم، لأن سجود السهو واجب على رأي الجمهور، إذا ترك لا تبطل الصلاة. سجدة التلاوة مستحبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في سجدة النجم في مكة، فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا
ولم يسجد فيها في المدينة. وأيضا فإن عمر رضي الله تعالى عنه خطب بصورة النحل فسجد، نزل على المنبر وسجد عند آية السجدة، ثم في الجمعة المقبلة وسجد الناس معه، ثم في الجمعة المقبلة خطب وقرأ بنفس الصورة ولم ينزل ولم يسجد، وقال أيها الناس إن نقرأ إن نمر بالآية في السجدة، فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. ما الرأي في أحد الدكاترة لأنه يقول لا وجود لعذاب القبر وأنه خرافة وجدل؟ أظن هو المخرف يا كيان، هو المخرف، وليس معنى أنه حصل على دكتوراه أنه حاز علما، بل أتانا أن سهلا ذم جهلا، علوما ليس يدريهن سهل، علوما لو دراها ما قالها، ولكن الرضا بالجهل سهل. فليس معنى أنه أخذ دكتوراه مثلا في غزوة بدر أنه يفتي في الطلاق، ليس معنى أنه أخذ دكتوراه في جانب من جوانب العلم في الصيام أنه يفتي في المواريث. ما معنى وأنتم سامدون تغنون؟ اسمد لنا غني لنا. إذا مات الرجل وزوجته حامل، هل توزع التركة أم ينتظر الولادة؟ ينتظرون الولادة، أو ممكن يقسمون قدرا ويدخلون قدرا كبيرا على أكبر الاحتمالات أنها ستلد بتوأم ذكر مثلا. ضوابط تنظيف شعر الوجه للمرأة: لا تقترب من الحاجب، لا تقترب من الحاجبين وما بينهما بنتف. خروج المرأة بدون إذن زوجها، خروج المرأة بدون إذن زوجها، لا يجوز لها أن تخرج بدون إذن زوجها إلا للضرورات، أو إذا كان يمنعها من وصل الرحم لغير سبب مقبول بما هو خارج عن حد الاعتياد. زوجي رد دون انتباه منه، قال تبقى طالق عندما سألته عن نيتي في يمينه المعلق، وحلف وقال والله غلطت تلخبط. المتلخبط لا يقع طلاقه، لسانه أقسم بالله أن ما أردت الطلاق. حسن الكناني: راجع نفسك وراجع إيمانك يا بني، الأرانب حرام على كل حال، لكن أراك تشذ شذوذا غريبا فأخشى على إيمانك. امرأة كانت لا تعرف تصلي مهما تعلمت وماتت، ما الأفضل لها، العمرة أم التبرع لبناء مسجد؟ كل جائز. ابن مبارك الغالب عليه أنه محدث، تأخير الرجل صلاة العشاء عن جماعة لنصف الليل، إذا تجاوز نصف الليل يكره، وإن كانت حاضرا ليست قضاء، لا تكون قضاء إلا بعد الفجر. أما حديث وقت العشاء إلى منتصف الليل فهو وقت الجواز بعد هذا، أو وقت الاستحباب بعد هذا، تدخل في الكراهة. هل يجوز الصوم عن الميت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صوم صام عنه وليه. إعطاء الزكاة لأمي هل تجوز؟ قلنا إن الأم ممن يلزمك الإنفاق عليهم، ولا تجوز الزكاة لمن يلزم الإنفاق عليهم. فإذا كانت أمك من هذا الصنف لا يجوز لك، تهب أن أمك تزوجت رجلا آخر فأصبح الرجل الآخر هو المسؤول عن أمك من ناحية الإنفاق، إذا كانت فقيرة وهو فقير جاز لك الإنفاق، إخراج الزكاة لها، وبالله تعالى التوفيق. هذا وبهذا القدر أجتزئ، سائلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين،
وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم، دين الإسلام، الذي لن يقبل من أحد دين إلا إذا كان مسلما. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أيها الإخوة والأخوات، يقول ربكم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فاجتهدوا في الدعوة إلى هذا الدين القيم، وما تفعلوا من خير فلن تكفروه، كما قال ربكم: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. علموا الناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلموا ذلك أيضا. بارك الله فيكم وحفظكم الله. الأرانب حلال يا أخي، الأرانب حلال، الأرانب حلال، الأرانب حلال. ما قلنا الأرانب حرام أبدا، الأرانب حلال، الأرانب حلال، الأرانب حلال، أكلوها. نعم، ماذا نقول أكثر من ذلك؟ بارك الله فيكم وحفظكم الله وسلمكم الله من كل مكروه ومن كل سوء. ختاما أشكر الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بالإسلام، وأسأله الثبات على هذا الدين حتى الممات، أسأله الثبات على هذا الدين حتى الممات. أيها الإخوة والأخوات، حفظكم الله إنما تكونون وحيثما تكونون. أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. وما أدري هل أنا تلفظت الأرانب حرام؟ لا، الأرانب حلال، الأرانب حلال، الأرانب حلال، أكلها حلال. والأحاديث الواردة في المنع منها تالفة لا تصح، فكل ما شئت من الأرانب. أكرر أكرر أكرر، وسبحان ربي سبحانه الذي لا يضل ولا ينسى، سبحان الله العظيم. هذا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.